الحياة الزوجية لابد يكون فيه تنازل، لازم أتنازل أنا الزوج، أتنازل والزوج يتنازل، ما نصير كل واحد ماسك راسه. إذا حدثت مشكلة والله ما أعتذر لين تجي تعتذر، والزوجة تقول والله ما راح أراضيه لين تجي راضيني. طيب إلى متى؟ والله محذر عنكم، ترى تحدث المشاكل والأولاد يتأثرون بهذا، خصوصا أن الأطفال الحين ترى مو مثل الأطفال قبل. الآن أرمل طفل 3 سنوات يعرف بين أبوه وأمه مشكلة، 3 سنوات ويعيش في هم. ولذلك بعض الزوجات تشتكي تقول طفلي عنده أعزكم الله تبول لا إرادي، طفلي لما وصل 4 سنوات صار ينص إصبعه، وش مغير وضعه؟